وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المريض فيه عدة كسور ويستطيع أن يغسل ويمسح على أعضاء الوضوء ولكن يجد في ذلك مشقة، فهل له أن يتيمم؟ إذا كان عنده من يعينه وهذا الذي يعينه بدل هذا له، يجب عليه ذلك، يجب عليه، لأنه سيسر له الوضوء. أما إذا كان ما ليس عنده من يعينه وهو لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فيتيمم، الحمد لله. نعم.